الزول ما يكون غافل، الزول يخط الموت بيجيه في أي لحظة، وهو سائر ومسافر إلى ربه سبحانه وتعالى. جاء في صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن أبي قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي، وفي لفظ بمنكبي. رسول عليه الصلاة والسلام خدت يده في كتفه، في كتف ابن عمر، وقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. شكي الصحابة كانوا يعرفوا الحقيقة دي، كانوا يزهدون في الدنيا ويقبلون على الله تعالى، ما تغفل من الموت، قد تموت في أي لحظة، ما تغفل من القبر. الآن نحن يا أخي هذا في مظلة، والواحد يعرق ويدعب ويسخن، ومحل هذا الهواء بيجاي وبيجاي، فما بالك لما يدخلوك قبر مترين أو متر ونص، وبيجاي لك كله شبر، شبر في شبر، عين يمين تراب، شمال تراب، وراك تراب، قدامك تراب، بجنبه بيجاي تلقى طوب اللبن، وتبقى في حفرة ضيقة سنوات، لا أكل لا شراب لا ونس لا دلا دلا، في قبر مظلم. فأنت استعد لهذا اليوم الذي تحبس فيه. شكي واحد من السلف كان يكثر من العبادة أو يجتهد في العبادة، فلما أدركه الموت وهو ابن 60 سنة، قال له ولده وقد وجده يبكي في الموت، قال: يا أبتاه على ما تبكي وكنت من أهل العبادة؟ قال: يا بني، باب ما زلت أطرقه منذ 60 سنة يفتح علي اليوم، ولا أدري أيفتح على خير أم على شر. ده باب بيتفتح الليلة، والباب ده بيتفتح بخير ولا بشر أنا ما عارف. شكذ في صفة الصفوة لابن الجوزي رحمه الله، قال: بكى أبو هريرة رضي الله عنه في مرضه الذي مات فيه، فقيل: ما يبكيك يا أبا هريرة؟ قال: أما إني ما أبكي على دنياكم هذه، ولكن لبعد سفري، سفر بعيد، وقلة زادي، حسنات بسيطة، وأني أصبحت في صعود مهبط، إما إلى جنة أو نار، ولا أدري أيهما يؤخذ بي. الزول ماشي في الدنيا دي، وبعدين إن بقى غافل وجات الملائكة بتهجم، زي الزول الرسلوا لي عساكر يقبضوه وما عارف، فجأة فرحان جو قبضوه، قالوا: أنت متهم بالقتل وكذي وإلى آخره، وفعلا هو قاتل، فده بتهجم. لكن الزول المستعد لما نجي الموت بفرح، لأنه سيلقى ربا كريما رحمانا رحيما رؤوفا سبحانه وتعالى. شكي زول في الموت يا بفرح يا بيحزن. المستقيم المطيع ده بفرح، زول المطيع الطايع بالليل بيصلي وبالنهار بيصوم، وتلقاه غاضي بصره عن الحرام، وتلقاه يجاهد نفسه، الناس في غفلة وفي ذكر في طاعة، والأيام تمر والزهج والضيق انتهي، وهو يقرأ القرآن ويسبح الله تعالى، ويتقرب إلى الله بالنوافل، ويطلب العلم، ويجتهد في تبليغ دعوة الله تعالى، وهو على العقيدة السليمة الصحيحة وعلى المنهج القويم، ويصبر على أذى الناس، ويصبر على آلام الدنيا من الأمراض والأوجاع والحرمان إلى آخره، حتى إذا مات فإنه يكون سعيدا ويلقى ربه سبحانه وتعالى.